فيديو عيد ميلاد نالين بيوتي يكشف خلافها مع بيسن إسماعيل وأنس الشايب. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد نشر نالين بيوتي فيديو حفلة عيد ميلادها، لاحظ عدد كبير من المتابعين عدم حضور كل من بيسن إسماعيل وأنس الشايب للحفلة رغم تواجدهم بنفس البناية، وأيضا لم يقوما بمعايدة نالين بيوتي بمناسبة عيد ميلادها على صفحتها بالإنستغرام، مما أثار شكوك المتابعين حول إمكانية وجود خلاف بينهما. والبعض صرح أن بيسن وأنس اختار البقاء في صف موفلوكس بعد انفصاله عن نالين بيوتي، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ تحدث موفلوكس لأول مرة عن أبو الروب من خلال برنامج بيسن إسماعيل الرمضاني، ووصف موفلوكس بأن أبو الروب يغار منه، وأيضا أضاف موفلوكس أنه لا يريد مشاكل مع أي يوتيوبر. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟